اهلا بكم طلاب الصف الرابع الابتدائي. معانا النهارده الدرس الاول في الوحده الثالثه بعنوان الحرف التراثيه. يعني ايه العنوان ده بقى؟ يعني هنا هيكلمني عن الشغلانات والحرف اللي كانت موجوده ايام زمان من ايام القدماء المصريين ولسه موجوده لحد دلوقتي. طب يا بسمه تقولي لي امثله للشغلانات اللي كانت موجوده ولسه موجوده لحد دلوقتي. عندنا حاجه اسمها النسيج والسجاد اليدوي، وافهمك يعني. عندنا حاجه اسمها الخياميه، عندنا حاجه اسمها صناعه الزجاج، عندنا حاجه اسمها صناعه الفخار وغيرهم كتير. طيب دلوقتي احنا لما بنتكلم عن الحرف التراثيه يا مس، انا لو عايز اشوف الحرف التراثيه او الحاجات القديمه دي اروح فين؟ قال لك انت ممكن تروح اسوان في النوبه، مدينه النوبه، هتلاقي حاجات زي كده، هتلاقي حاجات سجاد يدوي، حاجات معموله بالايد، هلاقي حاجه اسمها القله اللي بنشرب فيها الميه، هلاقي حاجه فيها مثلا سجاد يدوي، هلاقي مثلا حاجه اسمها السلال الملونه، ممكن تلاقي سله شكلها ملون او طبق شكله حلو وملون. طيب السلال والاطباق الملونه دي بتصنع من ايه يا سنه رابعه؟ بتصنع من اوراق النخيل او من الخوص بتاع اوراق النخيل. عارفين ورق النخل؟ ورق النخل ده بيجيبوه بقى ويلونوه ويطلعوا منه سله او طبق شكله ملون. دي بنقول عليها ايه؟ بنقول عليها عموما حرف تراثيه. طيب تعالى بقى سنه رابعه نتكلم عن انواع الحرف التراثيه. احنا هنتكلم عن اربع حرف، هنتكلم عن صناعه الفخار، وهنتكلم عن صناعه النسيج والسجاد اليدوي، وهنتكلم عن صناعه الخياميه وصناعه الزجاج. دي بنقول عليها ايه؟ بنقول عليها الحرف التراثيه. طيب تعالى نتكلم عن اول حاجه عندنا النهارده وهي صناعه الفخار. طيب ايه مثل الفخار ده؟ اولا اول معلومه عايزاك تعرفها عن صناعه الفخار ان هو من اقدم الصناعات اليدويه، يعني من اقدم الصناعات اللي موجوده في مصر هي صناعه مين؟ صناعه الفخار. طيب عباره عن ايه صناعه الفخار دي يا ميس؟ ده عباره عن طين مخصوص اسمه طين الفخار، الصانع بيجيبه وبيبدا ان هو يشكله الشكل اللي هو عايزه، شكل قله، اي شكل هو عايزه، ويبدا ان هو بعد ما بيشكله بيسيبه ينشف، وبعد كده يدخله فرن خاص بيه ويطلع الشكل اللي انا عايزه في الاخر. تمام؟ دي بنقول عليها صناعه ايه؟ صناعه الفخار. يبقى لو جالي في الامتحان تعتبر من اقدم الصناعات اليدويه تبقى صناعه ايه؟ صناعه الفخار. يبقى اول معلومه خدناها النهارده ان الفخار من اقدم الصناعات اليدويه. طبعا صناعه الفخار بتعتمد على الابداع والاحساس الفني. بمعنى ايه؟ يعني بمعنى ان الصانع هو وابداعه بقى، هو والحاجه اللي هو عايز يطلع لي الشكل اللي انا عايزاه. عشان كده بنقول تعتمد على الابداع والاحساس الفني لمين؟ للصانع، حسب الصانع هو عايز يطلع لي شكل ايه. طيب ايه كمان؟ قلنا ان هي بتتشكل من ايه؟ قلنا من طين الفخار اللي الصانع بيعمله، بعد كده بيتركه ايه؟ يجف، وبعد كده يدخله فرن خاص بيه عشان يطلع الشكل في الاخر. عشان كده بنقول ايه؟ بيتشكل من طين الفخار بيد مين؟ الصانع، وبعد كده بيتركه ايه؟ ليجف. طيب موجوده فين صناعه الفخار دي يا ميس؟ اماكن تركزها يعني موجوده فين؟ قال ان هي بتنتشر في العديد من القرى المصريه، يعني اي قريه مصريه لازم تلاقي فيها صناعه ايه؟ صناعه الفخار. دي اول صناعه معانا. طيب تاني حاجه معانا هي صناعه النسيج والسجاد اليدوي. طيب ايه عباره عن ايه النسيج والسجاد اليدوي دي؟ اول حاجه عايزاك تعرفها عن صناعه النسيج والسجاد اليدوي ان هي بنقول عليها من الحرف المدرجه على قائمه التراث العالمي لمنظمه اليونسكو. يعني ايه؟ مش فاهم. طيب اقول لك ان صناعه النسيج دي حرفه مهمه لدرجه ان هي مهمه ان في عندنا حاجه اسمها قائمه التراث العالمي. ايه قائمه التراث العالمي دي؟ القائمه دي المنظمه اللي هي منظمه اليونسكو دي بتحط الحاجات المهمه فيها، من ضمن بقى الحاجات المهمه اللي موجوده في القائمه دي صناعه مين؟ صناعه النسيج والسجاده اليدوي. عشان كده بقول ايه؟ من الحرف المدرجه على قائمه التراث العالمي في منظمه اليونسكو، يعني من الحرف اللي موجوده على فين؟ على قائمه التراث العالمي منظمه اليونسكو. ومش اي طبعا حاجه بتتحط في قائمه التراث العالمي، ده دليل ان صناعه النسيج والسجاد اليدوي دي صناعه ايه؟ مهم. طيب هنا صناعه النسيج والسجاد اليدوي بتصنع من ايه؟ يعني العمال هنا بيستخدموا خامات ايه؟ بيستخدموا اربع حاجات، يا اما كتان، يا اما قطن، يا اما صوف، يا اما حرير. يعني بقى عشان اطلع السجاده في الاخر شكلها حلو بستخدم اربع خامات. العمال يا اما بيستخدموا كتان، يا اما القطن، يا اما الصوف، يا اما ايه؟ يا اما الحرير. طيب انا دلوقتي يا ميس لو عايز اروح مثلا اشتري نسيج وسجاد يدوي، او عايز اروح اشوف النسيج والسجاد اليدوي اروح فين؟ قال لك انت تروح على قريه اسمها قريه الحرانيه في محافظه الجيزه.
يبقى انا لو عايز نسيج وسجاده يدوي هجيبه منين؟ من قريه اسمها قريه الحرانيه، فين؟ في محافظه الجيزه. تمام. معلومه كمان لي ان قريه الحرانيه دي بتعد مقصدا لالاف من السياح، يعني في الاف من السياح بيجوا القريه دي مخصوص عشان يشوفوا النسيج والسجاده اليدوي ايه ويشتروه. يبقى تاني، النسيج والسجاده اليدوي ده من الحرف المدرجه على قائمه التراث العالمي في منظمه ايه؟ اليونسكو. يستخدم العمال هنا خامات ايه؟ اربع خامات، يا اما كتان يا اما قطن يا اما صوف يا اما ايه؟ حرير. طيب موجوده فين؟ موجوده في قريه الحرانيه في محافظه الجيزه التي تعد مقصدا لايه؟ لالاف من السياح. يبقى احنا كده اتكلمنا عن صناعه الفخار واتكلمنا عن النسيج والسجاد اليدوي. تالت معانا صناعه، معانا هي مين؟ صناعه الخياميه. طيب صناعه الخياميه دي، بص دي من الحرف اللي بيستخدم فيها الصانع الابره والخيط. طيب الابره والخيط عشان يطلع لي ايه؟ عشان يطلع لي اشكال. طب برضه يا ميس ايه الخياميه دي؟ انا ما فهمتهاش، مش عارف ايه هي. عارفين زينه رمضان اللي انت بتشوفها في رمضان دي، الحاجات اللي بتبقى معموله بالابره والخيط، اهي دي صناعه الخياميه. يبقى صناعه الخياميه دي من الحرف التي يستخدم فيها الصانع الايه؟ الابره والخيط. طيب موجوده فين؟ موجوده على الشارع على اسمها شارع الخيامية في منطقة الأزهر. فين؟ منطقة الأزهر في القاهرة. يبقى تاني الخيامية موجودة فين؟ يبقى أنا عايز أروح أشتري خيامية دلوقتي، هروح فين؟ هروح شارع الخيامية في منطقة الأزهر، فين؟ في محافظة القاهرة. تمام. دي تالت صناعة معنا، اللي صناعة مين؟ الخيامية. رابع حاجة معانا هي صناعة الزجاج. وطبعا صناعة الزجاج دي برضو من الصناعات الايه؟ القديمة، وبرضو الصانع فيها بيستخدم إبداعه وبيطلع الشكل اللي هو عايزه. طيب اللي عايزك تعرفه في صناعه الزجاج هو احنا بنجيبه منين؟ من قريه اسمها قريه جره في محافظه الدقه. ليه؟ اهم معلومه في الزجاج تعرف احنا بنجيبه منين؟ من قريه اسمها قريه جره في محافظه الدقه. ليه؟ يبقى عايزك تعرف ان الفخار موجود في العديد من القرى المصريه، النسيج والسجاد اليدوي في قريه الحرانيه في محافظه الجيزه، الخياميه في شارع الخياميه في منطقه الازهر الشريف، الزجاج من قريه جره في محافظه ايه؟ الدقهلية. كده احنا اتكلمنا عن ايه؟ اتكلمنا عن انواع الحرف التراثية. طيب السؤال هنا سنة رابعة، هل الحرف التراثية دي مهمة؟ اقول لك اه دي مهمة جدا. طب ما تقولي لي كده يا مس الحرف التراثية دي مهمة في ايه؟ تعال نشوف مع بعض ايه هي اهمية الحرف التراثية. واحد، بتوفر لي فرص عمل للشباب. مش دلوقتي في ناس بتشتغل في صناعة الفخار، ناس بتشتغل في صناعة النسيج، ناس بتشتغل في صناعة الخيامية، يبقى هي كده وفرت لي فرصة عمل ولا ما وفرت لي؟ وفرت يا ميس. يبقى اول حاجة ايه؟ توفر فرص عمل. طيب تاني حاجة، دعم السياحة المستدامة. يعني ايه ميس دعم السياحة المستدامة؟ مش انا قلت لك دلوقتي عندك في صناعة النسيج والسجادة اليدوي ان بيقصدها الاف من السياح؟ ايوه يا ميس قلت. طيب يبقى كده هي بتدعم السياحة ولا لا؟ مش في سياح بيجي يشتروا من عندك، بيجوا يتفرجوا على النسيج، بيجي يشتروا خيامية، يبقى هي كده عملت لي ايه؟ سياحة مستدامة، لان السياح بيجوا عشان يشوفوا الحاجات دي. طيب ثالث حاجة عندنا حماية البيئة. حماية البيئة ايه يا ميس علاقة حماية البيئة باللي انت بتقوليه بالحرف التراثية؟ هقولك. مش انا في اول الدرس قلتلك ان حتى اوراق النخيل اللي موجودة بنصنع منها طبق وسلة ملونة؟ يعني معنى كده ان الحرف التراثية دي ما بتضرش البيئة خالص، لان حتى المخلفات بتاعتها بنعمل بيها حاجات وبنستخدمها في حاجات، فعشان كده بنقول ايه؟ حماية البيئة. طيب يبقى أهمية الحرف التراثية توفير فرص عمل للشباب، دعم السياحة المستدامة، حماية ايه؟ البيئة. طيب آخر حاجة عايزين نعرف، هل الدولة بتهتم بالحرف التراثية ولا لا؟ قال لك اه الدولة بتهتم بالحرف التراثية. طيب عايزين نعرف ايه جهود الدولة لاهتمامها بالحرف التراثية بالبلد كده، يعني الدولة عملت ايه للحرف التراثية عشان تهتم بيهم؟ قال لك اول حاجة رعاية مصالح العمال. الدولة بتحاول ان هي ترعى مصالح العمال بحيث ان هي توفر لهم الاحتياجات الاساسية، توفر لهم الحاجات اللي هم عايزينها. تاني حاجة بتعمل لهم برامج تدريبية. افرض انا مثلا واحد ما عنديش شغلان وعايز اشتغل شغلان، الدولة ممكن توفر لي زي حاجة اسمها كورسات كده، بحيث اللي عايز مثلا يتعلم صناعة خيامية، عايز يتعلم صناعة فخار، تعمل له برامج تدريبية بحيث ان هو يتعلم ويبقى معه صنعة. يبقى اول حاجة رعاية مصالح العمال، تاني حاجة اعداد برامج تدريبية،
تالت حاجة بقى وأهم حاجة إن الدولة بتحاول إن هي تسوق المنتجات بتاعتهم، يعني تخلي العمال دول يبيعوا المنتجات بتاعتهم، فعملت لهم معارض ومهرجانات زي معرض اسمه معرض ترى سنة. يبقى لو جه قال لي وضح اهتمام الدولة بإحياء الحرف التراثية أو جهود الدولة لإحياء الحرف التراثية، أقول له إيه؟ رعاية مصالح العمال، إعداد برامج تدريبية، تسويق المنتجات من خلال بعض المعارض زي معرض إيه؟ ترى سنة. طيب كمان الدولة عملت مدن جديدة للحرف التراثية زي مدينة اسمها مدينة الجلود في الروبيكي، هي المعلومة عليك في التكامل يعني بعد الدرس، بس انا هقولها لك برضو تعرف. طيب ايه مدينة الجلود في الروبيكي دي؟ دي مدينة خاصة بصناعة الجلود، الدولة بتحاول ان هي تعمل عملتها عشان تهتم بصناعة الجلود. وكمان اهم معلومة عايزك تعرفها في مدينة الجلود في الروبيكي، ان دي مدينة صديقة للبيئة. يعني ايه صديقة للبيئة؟ يعني مش بتلوث البيئة. ازاي يا ميس؟ لان حتى المية المستخدمة او اللي طالعة من المدينة دي بنعمل لها اعادة تكرير تاني، وبنروي بها الاشجار المحيطة بالمدينة. اهم معلومة عايزك تعرفوها في مدينة الجلود الروبيكي، مدينة الروبيكي للجلود، هي ايه؟ ان هي مدينة صديقة للبيئة، مش بتلوث البيئة. ليه؟ لو قال لي بما تفسر، حيث يتم اعادة تكرير مياه الصرف الصحي لري النباتات المحيطة. بكده نكون اتكلمنا عن ايه النهاردة؟ اتكلمنا عن انواع الحرف التراثية، واتكلمنا عن اهمية الحرف التراثية وجهود الدولة لإحياء الحرف التراثية. كانت معكم ميس هدى النقيب من قناة بديل الدرس.